شكون تفضل. باش نفضل مجال في الخبر. تفضل. يعني كي ولا تعامل النظام وما سميت انت بلا نظام مع ابرز الاحداث الاقتصاديه والامنيه التي شهدتها الجزائر، الازمه الاقتصاديه، مدني مزراق، براب وبوشوارد، واقاله وحبس الجنرالين. المتتبعين يقولوا بلي راه يطبق بلي النظام راه يطبق سيف الحجاج. اولا، ما هي قراءتك لعواقب هذه السياسه وما هي الحلول؟ والله ما نعرف هذه سيف الحجاج خليها، لان شوف درك في الواقع كاين كثير من الاحداث اللي نشوفوها وهي غير مقبوله تماما، ولكن التفسير تاعها صعيب الا اذا اول. احنا ما عندناش الحق، يعني كاين حد للتاويل. البعض يقول لك هادوما جاو تعليمات من الخارج، جاو من فلان، جاو من فلتان، جاو في الداخل، كاين بعض صراعات الى اخره. احنا ما ندخلوش. انا شخصيا والحقيقه ما نعرفش الداخل واش كاين بيناتهم، لكن احنا واش نشوفوا؟ يقول لك نطبقوا باش نعاودوا ناخذوا العباره تاع سيف الحجاج. يجي الشخص معروف انه كان قائم باعمال ارهابيه، يدخل لرئاسه الجمهوريه، شخصيه وطنيه، يقوم بحملة انتخابية لرئيس بوتفليقة في 2004 وفي 2009 وفي 2014 ويحامي عليه ويقول كلام خطير، والدولة تروح باش تعاقب قناة التلفزيون. شعاتبها. أنا أقول لك سوسون دي كوبان، صحاب بوتفليقة ومدني مزراق في شكارة واحدة، سي دي كوبان صاحبه، والا ما يستدعيه الاستشارات، ما يدير حمل، ما يدير له حمله انتخابيه، ما يدخل لرئاسه الجمهوريه. درك ولا شغله مع قناه لانك سيد كلم كان ما يخليوهش يدير جامعه صيفيه، محمي من اسلاك الامن في الغابات. سبحان الله. ولا الدارك يحمي الناس في الغابه، تتفهم هادشي؟ شي عجيب. ويحبسوا انسان كان في الجيش عسكري ولان كان يقاوم ضد الارهاب ويحطوه في الحبس بدون اي، يعني ما يشرحوا لنا علاش. شي غريب هذا، واش راه قائم. انا والله نظن لو كان، ولا تعرفوا كافكا كان كاتب شاهر في تشيكوسلوفاكي، يعني دائما هو يوصف بعض الوضعيات اللي ما عندها حتى علاقه مع العقل. هادو هما كافكا، يقول لك ان سيتياسيون كافكايان، جاي من الاسم. رانا في حاله كافكايان. دونك تولي، انا نظن الاجيال المقبله كيتكلموا على الفوضى في دوله ولا الفوضى، يقول لك وضعيه بوتفليقيه، والعقل ما يقدرش يفسر اكثر من هذا الشيء. هذا هو السؤال نظن جاوبك.